قال لك يا سيدي واحد من المشاهير الهند جا للمغرب ومشى لصحراء المغرب حيت سمع كاين الحرب. هو مشات شوفي شوفوا الا لما يتفرجوا معايا واش هاد باش تزيد ناكد لكم على العقليه المفلسه. حنا عايشينو حنا مولفين اننا نشوفوا في مدرتي تلقى مرا سايقه طوموبيل سايقه موتور سايقه السلام عليكم. السلام عليكم، فيديو جديد طنارات كتاب. هذا يوم مغربي كما العادة، مرحبا بكم. نعود ندير لكم واحد الفيديوهات غزولين على عاود تاني الناس الاجانب، سواء عرب سواء اجانب زعما غرب، اللي تيجيو للمغرب وتيهضروا على المغرب. المره الجايه نديروا لكم فيديو اخر ملعكس ان شاء الله، غادي نجمع لكم واحد واحد المجموعه ديال الفيديوهات يكونوا زوينين على المغاربه اللي تيخرجوا للخارج وديما تيقلبوا على شي حاجه زوينه عن المغرب، ولا تيحاولوا ينشروا الثقافه المغربيه بطريقه زوينه. تسناو هذا الفيديو حتى هو. مي دابا كما قلت لكم نبقاو مع الاجانب اللي تيدخلوا للمغرب وكيفاش تيتعاملوا مع اللقطات، اش تيعجبهم اش ما تيعجبهم، كيفاش تيعيشوا اللحظات في المغرب. نبداو ليكم مع واحد نضحكوا سيدي مع واحد السياح مشاو لواحد البلاصه هادئه، واحد الغابه. ولكن 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 المغاربة كيفما مكتوب في عالم موازي. والله لا نعستو. كيني في المنارة يقدر ما عطاش المنارة. نعاودوا الكلام الاول. The Moroccan sun has its feet relaying in a park. قالت لك ملي زعما الشمس في المغرب طالعه بزاف. المهم ياك enjoying a party. الشمس مجهده يعني حارقه الشمس، الناس بغاو يستراحوا تحت شجره يتظللوا وياخذوا راحتهم. ولكن سوبر كول واخا كاع عاجبها الحال، ميم سي والله لا نعسات ما يخليوهاش تكا شويه تقول هذا الحرب تاعكم. هذا سيدي واحد تونسي جا للمغرب وكما تعرفوا التوانسه حتى هو دوز وقيته زويله في المغرب، شفت شحال من فيديو ديالو. كما تعرفوا التوانسه بيان سيغ عندهم الحار، عندهم الحار ديال الحار. قال ليه جيب ليا، جا لواحد شي مطعم في المغرب شي سناك هذا ولا شنو، قال ليه جيب ليا الحر عندك كاع، احسن اكثر حاجه حاره عندك، اكثر صوص حاره. ين صدمه كبيره يا والقلب. جيب لنا واحده. صحيح هكا نفهم، اعطيني هذا كل جاب لي. يلا هاك شكرا. صح المهم. ندوزو عند واحد الاماراتي يقدر ياك. اماراتي حبات اش خرينغو، بيان سور خرينغو اللي ما عرفوش هو داك الشفن الصغير. مرحبا مرحبا صار وايد شكرا. استانس هذا شو اسمه؟ شورلوز. كي اللي تيقول لي خرينغو. خرينغو؟ خرينغو تصور جو سميه شورلوز في الشمال تيقول لي هنا تيقولوا خرينغو وكاين في الشمال في تشورلوس تيقولوا تشورلوس. اوكي تشوروس. ها تشوروس اوكي فهمتك. تشوروس هي نتا جات من مكسيكيه. خرينغو انا حبيت خرينغو اكثر ولا من الصبليونيه. خرينغو صح
صافي حبات خرينغو. واو رهيب. قاعد نحبو خرينغو. صعيب يكون شي واحد في المغرب ما تيحبش خرينغو. خرينغو ولا داك بينيشو ولا على بينيشو حدا البحر. باب 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 عندكم يتصحوا لكم ريوكم. قالك من اغرب الاشياء اللي شافها السيد في المغرب، انا نشوفوا مالو. من اغرب الاشياء اللي شفتها بالمغرب، بس هذا الشيء كلش عجبني، ظاهره الدراجات الناريه في مراكش. بس مو هنا السالفه، الاغرب انه اغلب سائقي هذه الدراجات هم نساء. نعم نساء، بحيث كل السائحين الاجانب والعرب يستغربون هذه الظاهره اول ما يوصلون لمدينه مراكش ويبتسمون من يشوفوها. وجدا عادي تشوف المراه هي اللي تسوق وتخلي الرجال وراها وتوصل اولادها للمدرسه او للشغل، وتوقف بنص الشارع وتنزل تتسوق، والموضوع جدا طبيعي عندهم. المراه عندها قبول تام بالمجتمع، وهذا الشيء جدا حلو، لان المراه المغربيه فارضه نفسها بقوه واحترام وسط المجتمع، عكس الفكره القديمه عن الحريم. صار المجتمع المراكشي يعتبرها وسيله نقل مو حكرا للرجال وانما للنساء ايضا. واللي انا لاحظته طول فتره اقامتي في مراكش انه ما يتعرضون لاي مضايقات او تحرش، بالعكس إلها يكون كل التقدير سواء كانت شابة أو أم أو امرأة كبيرة بالعمر. والملفت للنظر أنه أكثرهم يلبسون ملابسهم التقليدية اللي هي الجلابيات أو الملابس العصرية بستر واحترام وبكل أريحية. شخصيا أنا شفت فتشي غريب ما متعود عليه لكن حلو ويفرض عليك احترامه. الموضوع مو موضوع رجل وامرأة أو سيارة وماطور مثل ما نسميه، وإنما كل شيء يجب احترامه إذا سويناه بنظام وذوق وما بيتعدي عن الآخرين. فيديو جميل جدا صح على المرأة المغربية. هادشي تلمون تيكون عندنا حتى ما تنبقاش نهضروا عليه، تلمون تيكون عندنا عادي، حنا عايشينو، حنا مولفين اننا نشوفو في المدر تلقى مرأة سايقة طنوبيل سايقة موتور سايقة بيكالا وغادية تقضي اغراضها عادي جدا. ولكن الاجانب تيشوفوه وتيجيو مغرب، حنا تيجينا بيان سو غادي حيت حنا عايشين معاه، دونك عندنا عادي الحمد لله. صح على المرأة المغربية، حقوقها كي بحالها كي بحال الرجل اللي بغى ينوض يقضي غراضك، وعندها عندها كي تنقولوا عندها القدره انها تقضي اغراض لي ميم اللي تيقضيهم الراجل، يعني عادي الحمد لله. قاده كي تنقولوا مراه وقاده. هذه هي المراه المغربيه والحمد لله هادشي زوين. وكما تشوفوا تيجيو الناس وتيتعجبوا من هادشي، ولكن هادشي هذا هو المغرب، هادشي عادي عندنا جدا، تيبقى ديما تنعاودها شحال من مره وشحال من مره ونبقى تنعاودها ديما. المغرب استثناء. شوفوا هاد الصبليوني يقدر ياك فيك واحد الاجنبي شاد طريق الباديه وكيتلاقى مع الناس كيوصلوا، تيتلاقى مع الناس تيوصلوا ما عندوش مشكل حيت ترونسبور، ولكن حيت ترونسبور قليل. قال لك تلاقى مع السيده وردت ليه الجميل المضاعف. تا هاد الهضرة فيها مسكينة تتحاجي ليه مركبة وتتحاجي ليه وهو ما فاهم حتى حاجة. So we just made it to the village and now she's just guiding me to get to their place. Okay, I think they're inviting me to their place. I think. ما متأكدش نيت واش 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 مزيفينه ولا. I'm just following them. Since communication was hard, they called someone to translate. Hello, hola. Sbolioni. Como se llama ella? Fatima. Fatima. I think she's saying that if it wasn't me, they would still be waiting for a ride. So she's very thankful. ردت ليه الجميل عادي داك الشيء جدا ما محتاجش، واخا كاع ما ردت ليه الجميل يكون يوقف قال السلام عليكم يكون نظيفوه. سي تري بون. سي تري بون. تري بون. بسم الله. بسم الله فوالا بسم الله شكرا لك فاطمه على ما شاء الله. ردت جاوباتو قال لها شكرا لك وسبق وجاوباتو بنفس الهضره قالت ليه خيرك سبق خيري. Inside my mosquito net. They're being so kind. Honestly, I have no words to describe what I'm feeling right now. مازال بات. But I'm so thankful for experiences like this. Good night.
Good morning.